زي دولومايت شوي جاي بتصور يمكن قريب من القدس او محيطها. هاي بس ممتاز والله. والله بدي اسال اذا هي صخور القدس هذه الاصليه هاي احدى قلعه اناتوليا اكثر شيء في بيت ريما في المره الصراحه موجوده؟ الاسماك والله في معلومات كامله موجوده في قطعات معهد الجيولوجيا. مع الجيولوجي تاع وين؟ تاع الجامعه العبريه؟ وشو اسمه جاي من وين؟ من بيت لحم؟ من منطقة القدس يمكن او بيت لحم وفي شغله حاطينها القصر حاطين صخور عاديه بس هاي قلعة أناتوليا اللي احنا هون هاي مع أستاذ داود القناديل بالضبط هاي القناديل الأسرجة اللي تم استخدامها في فترة قديمة سواء في الفترة الرومانية أو البيزنطية أو هاي أنا عندي نسخة عنها جبتها هاي رقم ايش أويل لامب ديتد فروم ذا 4th 6th سنشري دي بيزنطين بيريد من البيزنطية نعم هاي مكتوب ديتد فروم ذا ميديفال بيريد هاي ساعتنا هاي اللي كثير كاملة ورائعة هذه يعني حالات قليلة أنا جدها كاملة دائما تكون مكسرة عبشة فخارية هذه إيش هذه؟ هذه من برضو ميدل برونز إيج هذه بوتري رقم واحد من برونز إيج هاي هذه من العصر البرونزي هذه 2300 شوف هاي هون هذه من العصر البرونزي وهذه جارز فاوند ديورينج ذا اكسبيشن اوف ذا سايت ريسيفد ذات باك تو ذا فيرست اي دي هذه من القرن الاول الميلادي هذه بس هذه هون من العصر البرونزي القدس بالعصر البرونزي تمام يعني بقايا عظميه ومعدنيه وفخاريه وهي رقم أربعة كنوكل بيزيوس جيمس كاسيسوس الهازبورد جيوس هاي كمان والله مهمة هاي كلها أشياء هذه وهي الحفور هاي بدي أسأل بشوف والله أنواع الأحبير بدي أشوف ب في حفور حازمية تحت قوقعة بين الفسيفساء أيوة فيهم كمان واحدة من قوقعة هاي كمان انا بدي اشوف والله بدي اشوف انا الحفير والحيوانات بدي اشوف انا العينات ما شفتها تاعت ترسانتا وهي تاعت انا كنت بدي اشوفها والله بدي اشوفها والله 2500 عينة والله بدي اشوفها بدي ادرسهم لانه هذول مهمين عندنا سبعة طلع شباب قسم كبير بالموف وفي كمان شيء جمعهم واحد اسمه ادل الماني اللي هو كان مسؤول عن تلت قومي قديما وين مكانها هي؟ في بيت جلال في كهف لقوه هناك موجود هناك اثار كلها طبعا حسب الدعاء هم موجودين طبعا وذ سيستم اوف ذا تمبل ماونت جبل هكذا هم نحن نحكي الفتره الهيلينستيه بيت جلال احنا هون انا كان النظام مائي مع مع الارتفاعات ايوه الاقصى تقريبا تيجي 700 زركه النعامه في عندنا عشان كانت تبدا على فكره تجميع المياه تجميع المي من وين هذه هلا بتيجي من الامطار قسم كبير من مياه الامطار هذه هلا هون احنا تحت الارض هلا هون بقايا جزء كبير منها هذه بنفذها هناك يعني كانت على مرحله الاعتماد ستروثيوم بول هاي اسمها ستروثيوم بول هذه البركة مائية هاي من مياه الأمطار هذه كانت ها هلا هذه ما فيهاش مياه وفيها شيء قليل يمكن شيء بسيط جدا ايوه هاي النوازل هذه ايوه احنا موجودين هون نحكي ما تبقى من أطفال من زمن هيرودوت استطاعوا يحللوا شخصيته من مباني بنياته ايوه بنى في قيسارية في سباستيا في القدس في أيوه. منطقة هيروديا في فرديس غابة شرق البحر هاي المية هاي المية فهموا كل هذه الشغلات إن هذا الشخص كان أنشان عايش كان يقمع كان حكم أيوه. على أحد المجامد أن اليهود أكثر أيوه. ثاروا عليه ثاروا أيوه. الأمور فحاول يقمعهم فالإشي هذا ملمس من بناياته هو كان باني يدير على التحصين أيوة. على المباني العالية وصفة خاصة جدا فكانت هذه القلعة على طول
اه هي هلا المي هاي جاي من وين جاي هلا؟ هالمياه بتصير تتسرب على شيء بالغالب بيكون من مياه المدينة نفسها. اه انا هنا في القدس ما في مياه. اه هاي مي هون. هلا بنرجع لأسئلة وانا اتفق هون هذا المي كله كان يجمع هون بالضبط. يعني القلعة بنيت بشكل برميلي هذا نمط بناء يعني رمادي نحكي تحت المدينة عشان نجمع مي بالضبط. احنا ندخل هنا كأنه نروح هيك على جهة تحت المدرسة العمرية. آه. يعني سنة تحت المدرسة العمرية هيك والساعة في عنا كمان القدس الرومانية رح نقف عليها. آه. تحت المدينة احنا هاي تحت القدس في العصر الروماني نحكي. طبعا احنا عندنا هيرودوس طبعا هو حكم في الفترة تقريبا بين 34 قبل الميلاد إلى 4 ميلادية. أيوه. في هذه الفترة ورغم ذلك هو فترة قصيرة بالنسبة لغيره من الأبطال والقادة بس عمل إنجازات ضخمة جدا. يعني أريحة مثلا مدينة أريحة الرومانية بناها هيرودوس. سوغسيا بناها أيضا هيرودوس. عندنا قيصاريا أيضا هيرودوس. نحكي عن فريبيس حيث يعتقد أن قبضة مفهومة موجودة. أيوه أيوه. بالاضافه عندنا مباني منتشر في فلسطين هذا مسعد مسادة هي عند ايوه مسادة صح مسعد صح فكلها انجازات لها بالضبط. يا الله كلها فترة مسلية فترة هيلستية ودخل فيها الاناتوميا هاي اناتوميا فورتريس اناتوميا فورتريس انتون هذا هذه قلعة أنتونيا فورتريس in large open water cistern by Herod in the moat of the Antonia fortress. مخطط للقلعة كيف كانت؟ إحنا موجودين هنا. ممتاز. مر هلا هون آثار المدينة شوف هون هاي مدينة والله هي رائعة هي أول مرة والله سلم إيديك أنك تفرجيني هاي أول مرة بصراحة بشوفها يعني أنا صرنا قريبين يعني إنه فرصة.